شكرا شكرا، افضل من الامام علي في انتهى المباراه. وقتك. هنرجع تاني لمساله الافضليه يا شيخ خالد. يعني هو دلوقتي قال لك الوجه الاول في الدليل الافضليه انه اختار علي بن ابي طالب للمباهاه. طيب هو ذكر شيء مهم جدا، هو ذكر الصلاه، ان الصلاه يعني جاء تفريعها في السنه، مع ان جاء الامر باصل الصلاه في القران الكريم، ولكن لا يصلح القياس لان الصلاه من الفروع والامامه من الاصول. فلا يصلح ان يقاس الاعلى على الادنى، لان الصلاه اقل درجه من الامامه، والإمامة أصل من أصول الدين عند الشيعة ومن أصول المذهب عندهم. إذا بهذه الطريقة لا يصح أن يقاس على الصلاة، لأن الصلاة لو تركها الإنسان لا يخرج عن التشيع عندهم ولا عن الإسلام إلا إذا جحد وجوبها. أما الإمامة في مجرد أن يتركها فإنه يخرج عن الإيمان، يخرج عن الإيمان ولا يدخل الجنة. هو قال لنا قبل أيام لا يشم رائحة الجنة، فكيف يقيس الصلاة على الإمامة؟ هذا الأمر الأول. لما يقول ماذا قال